طيب بعد العودة من إيطاليا أبو ثامر إلى الرياض، هل كنت يعني تحلم أنك أنت تصير فنان كبير، يكون لك اسم؟ طموحات اللي جيت فيها إيش كانت، عبارة عن لا، إيش؟ أنا في إيطاليا صرت فنان كبير. الله، مو كبير، أنا حققت جوائز في المسابقات، في المعارض، جوائز متقدمة، وكل مجموعة من جيلي أو أكبر مني شوي أو في عمري كلهم يتمنون نقيم معارض مشتركة معي. أقمت معارض في إيطاليا، شاركت في شاركت معارض، إيه؟ شاركت في كثير من المعارض والمسابقات، وحقق نتائج حلوة، مركز أول، ميدالية، درع، تفوق، يعني أقل ما أخذت شهادة تفوق. طيب إيش أثر عليك هذا؟ إيش لما رجعنا خلاص، أنا رجعت حياة مسيرة جديدة كفنان، أي ماني مدرس، أنا رجعت كفنان في ذاتي، ما رجعت على إني مدرس، وظيفة المدرس بس أنا فنان. بدأنا نشارك في تركت المعارض. التدريس بعدين؟ لا، ما قررت تركت، تترك لا التدريس؟ لا، ما تركتها أبدا. أنا ما أثر فيك إنه أنت يعني هو تدرس؟ أثر، بس كنت أستعمل الطريقة الإيجابية في التعامل مع المدير، إيه. عرفتوا أي ولا لا؟ لا، ما أعرف. الطريقة الإيجابية إيه. أنه لا يضغط علي إيه. ولبي له اللي هو يبي. إيه. باب مكسور في المدرسة ممكن إيه. أصلحه إيه. خارج الدوام، إيه. بس لا يقول لي تعال الطابور الصبح. عرفت؟ ليش يعني؟ أسهر طول الليل أرسم، أنا ايه أجي وقت حصتي. ايه يعني الفنان له أجواءه الخاصة. إيه يعني، ايه فبذلك كلهم يحبوني. ايه مدراء المدارس، أي مدير مدرسة أشتغل معاه ايه في البداية يصير حازم، وفي الأخير ايه تتنكد عيشته من مدرسين ثاني، وش دعوة ايه, علي كذا. ايه. فكانت أجواء جميلة يعني، ما كنت يعني متضايق من التدريس، بس انه هو مصدر دخلي. بس لما بدأنا نتعامل مع الفن، وبدأوا الناس يشرون، وبدأت الدور الحكومية تبحث عن تجميل بأعمال فنية، صار عندنا دخل إضافي. فكنت أسهر أنا طول الليل وأنا أرسم، مو عشان الربح المادي، خلاص نشوة الفن، إدمان السهر. أنت لما